عمل لنا معاش السيسي ده بصراحه ساعدنا ساعدنا بامانه يعني. تكافل وكرامه ده حاجه جميله جدا. عارفه وانا معايا 3 اولاد لو ربنا رزقني الطفل ان شاء الله لسميه السيسي. والله وعد مني بس بلت. راجل محترم وراجل لمصر خادم خد البلد من الصفر وطلع بيها يشكر الراجل. خد بالك اول رئيس على مستوى العالم بقى في مصر. ايوه صح. وعمل مستقبل لمصر وعمل حاجات حلوه لمصر. واحنا لازلنا النهارده عشان خاطر ندي كلمتنا للريس ونقول له احنا وراك يا ريس ومعاك واولادنا عندك في الجيش. انا عندي اولاد عندي في الجيش وكلنا معاك يا ريس. وربنا يعينك وربنا يصلح حالك ويصلح حالنا معاك وترفع البلد لفوق وربنا ينجحه بخير.